لم يكن رهان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على قطاع الناشئين في صنع نجوم للمستقبل من فراغ، لكنه اهتمام ورؤية واضحة ومحددة تثبت بما لا يدع مجالا للشك النجاح المبهر الذي تثبته الأيام. استراتيجية وخطة طويلة وأخرى قصيرة الأمد ليستمر قطاع الناشئين في دوره الأهم بخلاف حصد بطولات الجمهورية في جميع المراحل السنية، وهو إمداد الفريق الأول بعناصر واعدة ومميزة لمواجهة الزيادة المرعبة في أسعار اللاعبين الجدد. كما شملت خطة الكابتن الخطيب ولجنة التخطيط لتطوير القطاع الاستعانة بخبير تشيكي وهو بروكيتش بجانب خالد بيبو مدير القطاع الحالي، بهدف تكوين مخزون استراتيجي للفريق الأول من اللاعبين المميزين. ويعد محمد فخري وزياد طارق نتاجا حقيقيا لما يشهده قطاع الناشئين من تطور ملموس يشهد له القاصي والداني. ولد محمد فخري في 4 مارس عام 1999، حيث تعاقد مع المارد الأحمر قادما من غزل محلة بعد أن لفت الأنظار بقوة، وتم ضمه لصفوف الأهلي ضمن خطة لدعم فرق الناشئين. ويتمتع فخري بالعديد من السمات والمهارات، فهو يجيد اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، لاعب رائع مهاري ويجيد التسجيل رغم مشاركته في مراكز خلف رأس الحربة. فيما ولد زياد طارق في 6 سبتمبر عام 2000، وتدرج بين فرق القطاع حتى تم تصعيده للفريق الأول مؤخرا. محمد فخري وزياد طارق معنا اليوم في برنامج الأشبال.